أنا اسمي محمد موسى وكنا بسوريا وجينا لهون. كان هون الأوضاع صعبة شوي، جينا على المخيم وما كان في شغل، يعني كنا عم ندور على شغل دوارة. وجينا لهون وبعدين سمعنا بمشروع الفطر، يعني قام كتبنا أسماءنا والحمد لله يعني، وفتنا بهالمشروع واشتغلنا واستفدنا فيها يعني أحسن من قبل والحمد لله. وهلأ زبطنا شو اسمه، هلأ الشادر لإلي عملنا يعني، وعم أنتج وعم طلع شو اسمه يعني إنتاج الحمد لله يعني كويس. أنا فتت بهالمشروع ما كنت بفهم شيء، بعدين تعلمنا وبعدين عملنا شادر لإلنا وخاص لإلي يعني، وعم بتطلع على شادر غيري يعني الحمد لله رب العالمين كويس الإنتاج. في تجار عم يجوا يعني مثال من أضنة، مرسين، عنتاب، أنطاكيا عم يجوا يعني، وفي شباب يعني عم يتعاملوا معهم الحمد لله يعني الرزق ما عم يتم يعني، عم نحوش من هون وعم يجي التاجر المساء عم يشيلهم يعني.